السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. يلا ها البنات، المهم اليوم بغيت نشارك معكم ياغورت بطريقه هي سهله جدا جدا جدا، وما فيش مقادير. المهم المقادير اللي عندك في الدار. على بركه الله غنبداو. عندي معلقه كبيره ديال الدقيق هنايا، تكون نوعيه مزيانه، وعندي معلقه كبيره ديال الزبده، وكاس ديال زنيدة، وهنا عندي 5 حبات ديال الشوكولاتة بيضاء، وصدرة الحليب حيدت منه كاس ديال العنبة. يلا على بركة الله غنبداو. على بركة الله. المهم هدا ياغورت كراميل، غنحط الكاسرونة، غنضيف السنيدة، غنديرها فوق النار، صافي العافية كتكون مهيلة. هنا خديت واحد شوية الحليب، غنضيف هدا داك الدقيق، وغنخلطو مزيان. صافي هو الخليط ديالي من بعد ما خلطتو مزيان، هاهو دابا الكراميل ديالنا كدا كيدوب شوية، داك السكر غنخليه مازال شوية، نبدا نحركو، مخصنيش نحركو، خص حتى كيبان ليا صافي قرب كلشي يدوب، دا كيتحمر كلو، عطيك الساعة ندوب نحركو. عفوا انا راه نقص البوطة باش يعطي هاد اللون، ملي كتنقصو البوطة كيعطيكم هاد اللون ذهبي وزوين، ولكن ملي كتكون البوطة مجهدة دغيا كيدوب دغيا كيولي حمر بزاف، ضروري من البوطة تكون ناقصة. صافي غنخليه حتى يدوب هاد الحبيبات مزيان، صافي دابا غنضيف الزبده، صافي غنبدا نحرك، غندوب الزبدة مزيان. صافي هنا غنضيف الحليب، هذا الحليب صبوه بشوية باش ماشاء عليكم الله، صافي راه غيبان لك محجر، ولكن غنبدا نستعمل نحرك شوية بشوية حتى غيبدا يسخن وغيرجع عادي. ما تخافوش منه، واخا غيبان لكم بحال هكا بحال الا قاصر، راه غيبدا الحليب يسخن، غيبدا ثاني هذاك السكر يذوب. صافي غنستمر دابا بحال هكا، شويه بشويه حتى غيذوب هذاك السكر كله، ولكن ضروري ما توقفوش من التحرك ملي كتكون هذه المرحله.
صافي البنات، ها هو من بعد ما حاولت معاها مزيان استمرت بحال هكا حتى كله دابها. فاش كيبقى يبان لكم مجموع لكن ضروري تستمروا في التحريك. وبالنسبه لملي كيبان لكم السكر مجموع ما تخافوش منه، راه ضروري غير تحل ملي كيسخن صافي كذا حركوا كما قلت لكم ما توقفوش. دابا غنضيف هذاك الحليب اللي بقى والدقيق صافي غنحركو ونستمر التحريك تاني. صافي البنات انا طفيت عليه البطا دابا غنضيف هذاك الشكلاط صافي غنحركو مزيان حتى يذوبو صافي غنكبو في الكويسات صافي غنخليه حتى غيبرد نديرو في الثلاجة مدة ساعتين. الا كنتو زربانين عليهم ديرهم في المجمد. هما البنات صافي دابا غنخليهم في الثلاجة شتو كيفاش كيجيو باقي ما باردينش. المهم دابا غنخليهم في الثلاجه حتى غيبردوا وغادي نعاود نشاركها معكم تشوفوا كيفاش الشكل النهائي.